اصدقاء احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين لكم حلقه جديده طبعا من برنامجكم وبرنامجك المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البت احمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. وطبعا يا جماعه بس عايز اوضح حاجه، ان هي عمك البت دي ما فيهاش اي تعالي، والله احنا ناس غلابه، هي بس عمك يعني ايه زي عمك الضو كده، اللي هو فاهم انت، اللي هو راجل كهل بعصايه وخلاص. وطبعا عاملين لكم النهارده حلقه جديده وحلقه قيمه وقامة، وبنتكلم فيها على أغنية عظيمة جدا وأغنية جميلة جدا جدا للفنانة الكبيرة أنغام، وهي أغنية لوحة باهتة. الفنانة أنغام أصدرت أغنية بعنوان لوحة باهتة، والأغنية من كلمات الفنان الشاعر نادر عبد الله، ومن ألحان الفنان الكبير تامر عاشور، وتوزيع الفنان طارق مدكور. وعايز أقول لكم إن هي الأغنية بصراحة أنا سمعتها كتقييم، يعني الأغنية is very 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 touchy، أغنية لمستني جدا. أداء الفنانة أنغام طبعا المتميز لا غبار عليه، ولكن أنا حسيت إن الفنانة أنغام أخيرا رجعت لحاجة من الزمن القديم، من الحاجات اللي أنا كنت بستناها، من الحاجات اللي أنا كنت بنتع صوتي عشان هي ترجع لها. لأن فنانة أنغام حصل لها تحول كده من بعد الألبوم بتاع أحلام بريئة، بدأت تبقى الفنانة أنغام هي المينستريم، أو هي بتقدم موسيقى للشارع كله. فنانة أنغام طول عمرها كانت فنانة نخبوية، مش أي حد بيسمعها، وهي طول الوقت عندها المساحة إن هي تجرب. من بعد أحلام بريئة قدمت مجموعة من الأغاني نالت استحسان الناس، فهي بدأت تحافظ على القاعدة الجماهيرية دي، فبقى حجم التجريب مش كبير. ولكن الأغنية بتاعت لوحة باهتة أغنية كلماتها صادمة جدا، وأغنية كلماتها جميلة جدا، وصلت للحالة الطفولية وحالة العند بين الحبيب وحبيبته أو الحبيبة وحبيبها، وفكرة اللي هو كنت عمري اللي مقصود بالكلام، اللي هو أنا برضو هستكبر ومش هقول اسمك. الكلمات عظيمة وكلمات لطيفة جدا جدا، وتشبيهاتها يعني بصراحة لمستني بشكل كبير جدا. الأغنية من مقام الكرد، واللحن من مقام الكرد، اللي بيقول ري مي فا سولا سي دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري. وقدرنا الفنان تامر عاشور طبعا بوجه له التحية، قدر ان هو يعمل لحن، هو لحن سلس، لحن مفسر الكلام اللي كله حالة من العند مع الشكوى من الحالة، وان احنا ليه عملنا كده، وعننا ما كنا تفاهمنا، واللي هو الكلام نفسه هو كلام بين حبيبة وحبيبها في التليفون، هو مش مجرد كلام مصاغ بشكل حب او بشغل، لا الكلام مكتوب بشكل عفوي، واللحن كمان مفسر ده. فانا معجب جدا جدا باللحن وتفصيلته على الكلمات الرائعة بتاعت الأغنية. اما بالنسبه للتوزيع، فالتوزيع هو الايقاع بيتقال عليه شات شات شا، هو ايقاع قريب شويه من البوسا نوفا، بس هو مختلف طبعا. التوزيع شايف ان هي لطيفه جدا، وشايف ان هي برضو فرشه للكلام كله، مخلياني وللحن حاسس ان انا مش محتاج اكتر من كده. هو بس عزف البيانو اللي في الاول كنت يعني هي حاجه فنيه شويه، كنت حاسس ان انا عايز اسمعه مش متقطع، عايز اسمع تارارارا، مش عايز اسمع تتتتتتتتتت، وهي حاجه برضو تكنيكال، وهي في الاخر حاجه ذوق يعني. بس كنت افضل ان هو يكون لجاتو، او تكون النغمات ممتده ولازقه في بعض، مش استكاتو او مش متقطعه. ولكن اجمالا التوزيع توزيع لطيفه جدا جدا، والميكس والماستر او الهندسه الصوتيه رائعه. اداء الفنانه انغام طبعا لا غبار عليه، مقديه باحساس عظيم وجميل جدا جدا جدا. وانا اجمالا الاغنيه بديها 9/10 بصراحه، وشايف ان هي يعني حمد لله على السلامه للفنانه انغام، والاغاني دي هي اللي بجد احنا بنستناها في كل مره، سواء كانت سنجل او سواء في ألبوم. كامل التحية للفنانة أنغام على الاختيار الرائع، وللفنانين اللي قاموا على تنفيذ العمل. كلمات متميزة جدا جدا جدا، لحن لطيف جدا، توزيعة ولا أروع. يعني حمد لله على السلامة للفنانة أنغام، ومبسوط جدا جدا بعودتها، وببارك لها على الأغنية الجميلة. وطبعا بدعو حضراتكم ان انتم تسمعوها، لان هي الأغنية بجد عظيمة جدا. كمان سعيد بتوقيت صدورها، ان هي الأغنية مش مجرد نزلت في وسط العيد على طول، لا احنا خلصنا العيد وريحنا ونزلت كام أغنية وتمام وبتاع، بعدين احنا ننزل مع الناس بقى في التوقيت المناسب. فشايف ان هي الاغنيه مناسبه جدا جدا جدا. ويا جماعه والله بصوا احنا بنحاول نشتغل، لكن احنا بجد رمضان لسه مخلص علينا، مخلص بجد يعني انا نفسي اصلا وانا شغال كده اللي هو